جائزة أوسكار الجمهور وذهبت لمحمد سعد عن دوره في فيلم الليمبي. والله انا يعني بشكر ربنا سبحانه وتعالى على الفضل الكبير اللي حصل ده، وبشكر الجمهور على الجائزه اللي هو اهداها لي دي، ويا رب دايما اكون عند حسن ظنه واقدم له كل اللي يعجبه يا رب. اهلا السلام عليكم. بوحه ايه بوحه؟ عايز اقول حاجه بس، جايه اقول حاجه انه انا مبسوط قوي ان معانا مدام لبلبه الجميله بتعمل دور جديد هنا ما شاء الله، كسره بقى من اللي هي معلمه في المدح بقى. شفت قدرت عليها ازاي؟ لا اقدر عليها، ما حدش يقدر عليها. لا لا والله العظيم احنا كنا مبسوطين جدا انها وافقت على الشخصيه وانها تبقى في الفيلم، لان ده اكيد اضافه للفيلم واكيد اضافه لمجموعه الكاست كله. سبح 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 يا عم الحاج، كل سنه وانتم طيبين. والله انا نفسي، انا من عشاق المسرح، يعني انا اساسا فنون مسرحيه، ولكن عندي خطوه السينما لسه عايز اثبت يعني اقدامي شويه زي ما بيقولوا، يعني اثبت نفسي شويه في السينما وبعد كده تبدا المساله تستريح معايا وابقى عارف هعمل ايه ان شاء الله. التلفزيون؟ التلفزيون طبعا اكيد لو في عمل كويس اكيد انا يعني اكيد انا هجري عليه اكيد باذن الله. شغل حلو في الفيلم يعني. هي متوتره جدا دلوقتي. اول يوم قاعده فوق عماله اللي هو يا رب يا رب يا رب. انت اللي اخترتها ولا؟ والله والله السيناريست من اول ما كتب، لما شفنا الحكايه دي في رمضان شفنا مي ما شاء الله عامله شغل حلو قوي في رمضان وباور كده وداخله في الحكايات وبتعمل، فنادر قال لي اللي هو السيناريست نادر صلاح الدين، استاذ نادر استاذ نادر معانا هناك اهو، اللي عمل لك اللي بالي بالك. اللي عامل اللي بالي بالك. اتفضل يا استاذ نادر. اهلا وسهلا، ازيك؟ ازيك؟ تعالى بقى جنب محمد من ناحيه عشان تاخد نورك. فحصل انه قال الشخصيه بتاعت كوتا دي هي طالعه اسمها كوتا كمان، كوتا بوحه وكوتا يعني مش بس شكلا لكن طالعه اسمها كوتا، فقال لي كوتا دي ما يعملهاش غير مي عز الدين. قلت له والله انت اصبت. فما شاء الله الحمد لله ربنا وفقنا في اختيار الشخصيات، طبعا بقى بالمشوره مع الكل طبعا، استاذ وائل عبد الله استاذ رامي امام، يعني المساله بس لازم. انت محظوظ يعني. الحمد لله رب العالمين. مش كده؟ محظوظ الحمد لله. اقول لك على حاجه، الناس عايزه تشوفني لمبي على طول، وفي ناس كتير جدا بتقول عايزين نشوفك بقى في حاجات تانية، احنا حابينك بس عايزين نشوفك في حاجات تانية، فما ينفعش ان انا اقدم لهم على طول مش 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 مش, مش. وحتى لو قدمت لهم مرنج لسه نقطه الشيطان اللي هو واحد بياكل مش 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 مش, مش كتير قوي، خرج الشيطان ده قال له سمي قلب اتنحر يعني 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 كفايه كده. انا عارفه والله العظيم. طبعا طبعا والله هي اللي جايه عامله الحكايات دي كلها، يعني انا معانا هنا منسقه ملابس جميله اسمها داليا، عامله شويه حاجات فينا كويسه قوي ما شاء الله بجد. وهنا بقى مي بنت بزاره. مي انت عاملاه ده ايه ده؟ المره دي محظوظ جامد يعني. الحمد لله يا رب. معاك الناس كلها ما شاء الله عندها ادوات فنيه حلوه. الحمد لله. اتكلمنا عن رامي ده من حظي، ده من حظي، ده من حظي وحظ الكاست على فكره، ده من حظي وحظ الكاست انه هيبقى في توجيه سليم وفي صوره كويسه وفي ممثلين بيقولوا صح، يعني بيقولوا صح لما انا اكون مثلا واقف جنب مي او واقف جنب مدام لبلبه او واقف جنب الاستاذ حسن حسني، اكيد الناس دي طبعا يعني بتاخدني بالمشهد وبتطلع بيا فوق، يعني المساله لو لوحدي مش هيبقى بنفس القوه ونفس الحكايه، فما فيش حد لوحده ابدا، لازم الحكايه تبقى بجماعه كلها. انا دايما من عشاق الورق الكويس سواء كان مسرح او تلفزيون او سينما. الورق هو اللي بينادي الممثل، هو اللي بيناديه وهو اللي بيخليه يبقى فعلا عايز يعمل حاجه كويسه ويقدمها للمتفرج، فالورق هو اللي بينادي الممثل. كل ما في ورق كويس اكيد بتبقى المساله كويسه. لا قطاطا دي كانت حاجه تانية خالص، اللي هو برضه الحمد لله رب العالمين بفضل ربنا سبحانه وتعالى، مش بقولها كدباجه، فعلا بقولها بفضل ربنا سبحانه وتعالى، ان خروجي بقطاطا ده يعني بقول يعني ممكن اعمل حاجه غير الليمبي، مش ضروري بقى اللي هو هطلع في الصحافه انا هعمل حاجه غير الليمبي. لا ما فيش الكلام ده، بيشوفوا والناس بالظبط بتحكم بعد بالظبط. يلا
الحمد لله الحمد لله. والله ده اذا كان ده بيطلع فبيطلع نتاج الورق نفسه. يعني انا طالما في ورق كويس موجود قدامي فهو اللي بيخرج ورا الكلام ده. اكيد الكلام بيكون كويس بفهمه كويس ببدا اخرج الحكايه ويبدا يرسم شكل الكاركتر ويرسم نطقه ازاي وبيئته والنشأة اللي هو نشا فيها وذكاء وحاجات كتير قوي تفاصيل بتخرج من خلال الكلام نفسه. جنادر من يعني من زمان تجمعنا صداقه بيننا وبين بعض من ايام الجامعه. واول حد اخرج لي روايه كانت اسمها فلان وكمان وكمان في كليه التجاره جامعه القاهره. ومنها اتخذت على الاحتراف على طول، كان مع الاستاذ محمد فاضل وكان مع الاستاذ سعيد صالح مسرح وتلفزيون. فعارفه يعني عارفني يعني عارف المفاتيح بتاعتي فين، عارف الحكايه فين، عارف محمد لما يحتاجه في مشهد هنا مثلا في مأساويات وحاجات ودراما وكده والجو ده هو يعرف يعمل ده، عارف المفاتيح بتاعته. فطبعا ده بيخليه ان هو يتعايش مع كل شخصيه بيكتبها. كان معايشه برضو في شخصيه مي كان نفس الحكايه. مدام لبليبه برضو كان كاتب برضو اللي هو ما شاء الله بيفصل الحكايه كويس قوي من غير ما تحس انها دي تفصيل، لا ده بتاعته ده مهم اللي هو عشان يوصل في الاخر لمصداقيه الشخصيه من الممثل ومن كل الموجودين في قلب العمل. في قصة ART كلها وبقول يا رب دايما اكون عند حسن ظنكم ودايما تبعتولي في البرامج عندكم. ده احنا نتشرف يا رب يخليكم محقق نجاحات وتحياتي للجمهور كله. سبح سبح يا